اهلا بحضراتكم. اليوم هنتكلم عن اوبو A31. شركة اوبو العملاقة صاحبة الجودة والخامات القوية تنافس في هذه الفئة بموبايل اوبو A31، والذي يتميز بشاشة كبيرة وبطارية قوية، ولكن يعيب عدم دعم البطارية للشحن السريع، والمعالج ضعيف نوعا ما خاصة مع الالعاب الثقيلة. ابرز مواصفات موبايل اوبو A31: خامات صنع ظهر واطارات الهاتف من البلاستيك اللامع، ووزن الهاتف يقدر بحوالي 180 جرام مع أبعاد 163 ملم طول و75 ملم عرض و8.3 ملم سمك. ويدعم الهاتف شريحتين اتصال من نوع نانو سيم، ويدعم الهاتف جميع شبكات الاتصال حتى شبكات الجيل الرابع. أما عن الشاشة، فالشاشة تأتي من نوع IPS LCD بحجم 6.5 بوصة وبجودة HD+ ودقة 720 في 1600 بيكسل، ومعدل الكثافة 270 بيكسل لكل بوصة. أما عن أبعاد عرض الشاشة 20-9، كما أنها تأتي بتقنية النوتش على هيئة قطرات مياه في أعلى منتصف الشاشة يوجد به الكاميرا الأمامية. أما عن المعالج، فالمعالج يأتي من شركة ميديا تيك هيليو جي بي 85 ثماني النواة بتقنية 12 نانومتر، ويأتي الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية الأولى بدقة 12 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F1.8، الثانية بدقة 2 ميجا بيكسل بفتحة خاصة بالتصوير عن قرب، والثالثة بدقة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F2.4 خاصة بعمل عزل وبورتريه للصور، مرفق مع الكاميرات فلاش ليد أحادي. أما عن الكاميرا الأمامية، فالكاميرا الأمامية تأتي بدقة 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F2.0، ويدعم الهاتف تصوير الفيديو بجودة Full HD بدقة 1080 بيكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية. ويتوفر الهاتف بمساحة داخلية عشوائية 64 جيجا بايت مع 4 جيجا بايت رام. كما يدعم الهاتف إضافة كارت ميموري يصل سعته إلى 256 جيجا بايت بمكان منفصل عن شرائح الاتصال. ويأتي الهاتف ببطارية بسعة 4230 ملي أمبير لا تدعم الشحن السريع، ومنفذ الشحن القديم مايكرو USB، ونظام تشغيل الهاتف أندرويد 10 الجديد بالإضافة إلى واجهة أوبو، ويدعم مدخل السماعات التقليدي 3.5 ملي، ويدعم مستشعر بصمة الأصبع في الناحية الخلفية، كما يدعم بصمة الوجه فيس اللوك، ويدعم مستشعر الجيروسكوب الخاص بنظارات الواقع الافتراضي VR. أما عن ألوان الهاتف، فالهاتف يأتي باللون الأسود والأبيض والأخضر. وأخيرا السعر الرسمي للهاتف 3090 جنيه مصري، وذلك للنسخة 64 جيجا مع 4 جيجا رام، وهناك إصدار بسعة أكبر 128 جيجا بايت مع 4